الشبح أمرا يجب على الجميع أن يطيع. سيف، خادم أعتى قاتل على الإطلاق. أخبر سيدك بأني القائد بهرام زعيم النهابين، وقد جئت وحدي. هذان سلاح من أرسلتهما خلفي، وهذا لصاحب الرائحة الكريهة الذي كان مختبئاً في ظل الريح. إذن ما يقال عن سيدك هو حقيقي يا سيف. هل من أهداف أخرى؟ هذا كثير مقابل رجل واحد. أنت لا تعرف ذلك الرجل، سيتطلب الكثير من العمل. هل اتفقنا؟ في نهاية الأسبوع سيكون جثة هامدة. لا داعي لهذا، فرأسه يكفيني. المبلغ كاملاً كما اتفقنا، أكل شيء معد. ها نحن تقابلنا يا جميل. اليوم كذبك سيكلفك الكثير. أتسمي هذه الطازجة؟ رمال الصحراء ألذ طعماً منها. لن أعيدها. معي سيفي. لن أعيدها. لم أنتهي منك. لن أعيدها. اتركني. طعمها كريه. أسمعت يا جميل؟ كفى أيها الغريب، حركة واحدة وتموت الفتاة. ستكونين بخير، اهدئي. ارمي سيفك. حسناً. هذا أفضل ما لديك؟ لقد أنقذتني. هذا جزء من عملي. هل أذاك يا أنسة؟ أنا اسمي سارة. أرجوك، سيأتي غيرهما، ساعدني. ليس فخماً، لكنه... إنه رائع. شكراً يا صلاح الدين، لقد هجماني ولا أعرف السبب. لا داعي للشرح، ابقي قدر ما تشائين يا سارة، فأنت في أمان. شكراً. صلاح الدين، مصطفى يريد أن... لا تخافي، إنه دانكن صديقي. آسف جداً، لم أقصد أن أضايقك. ماذا يريد مصطفى؟ إنه يريد أن يلتقينا لأمر مهم، وبمعرفتي به أرجح أنه أمر خطير. يجب أن أذهب، ابقي قدر ما تشائين، سأبيت مع دانكن. لا، أرجوك لا تذهب. لا أحد يعرف أنك هنا، أنت في أمان، ثقي في ذلك. حسناً، أتعرف أنيسة أنك حنون لهذه الدرجة؟ أي، ماذا؟ صلاح الدين، يجب أن تحمي نفسك. إليك بذرع من حديد لا يخترقه السلاح، وادفع لي فيما بعد. أنا لن أرتديه، لا أحب رائحتي بداخله. لكن ما هو الأهم، السكين في ظهرك أم رائحتك الزكية؟ يا مصطفى، متى يرحل؟ أنا لن أهرب مهما حدث، فهذه بلدتي، ولن أدع مجرماً وغداً يطردني منها. ذلك المجرم هو شبح، واسمه يعني الكثير، وهو اسم على مسمى. أعرف، الشبح نفسه الذي اخترق عشرات من الحراس وقتل زعيم الكزانة، وقتل مجموعة أخرى قبل الرحيل على سبيل الله. لن نهزمه قط، إن بقيت سوف يجدك ثم يقتلك، ولن يستطيع أي منا مساعدتك. بالإضافة إلى ذلك، الشبح سيقتل نصف المدينة ليصل إليك. السفينة ستبحر الليلة وأنت ستكون على متنها. الليلة؟ كم بقي لي من الوقت قبل وصوله؟ بحسب معلوماتي
سبق أن وصل. سأذهب إلى مكان ما أولاً. لا، بل إلى الميناء. متى حل المساء سترحل السفينة بك أو من دونك؟ سأخبر الفتاة. أية فتاة؟ لا، سأخبرها أنا، فبيتي في الطريق للميناء. لا، فبيتك أول مكان سيبحث فيه. هذا أول درس يتعلمه القتلة، إن كان في القتل دروس. سارة، أتظن أن للقتل مدارس؟ دانكن، ماذا تفعل؟ إنه ذاهب لينقذ تلك الفتاة. أية فتاة؟ أظن أنني وجدت الشبح. أواثق أنت؟ أجل واثق. ها؟ ساعدي! ماذا ستفعل؟ الخطة الثانية. وما الخطة الأولى؟ هاي! أنت أيها الشبح الرهيب، لقد ارتكبت أكبر خطأ في حياتك. الشبح يدمر! حسناً، الخطة الأولى، حطمه يا طارق. طارق! إنها تؤلمني، تؤلمني جداً. هذا محرج. هذا ليس الشبح. لقد ألهانا. صلاح الدين، سارة، يجب أن نرحل. سارة، الشبح منذ البداية وأنت تخدعينني. ربما لأنك ساذج. حسناً يا شبح، سنرى الآن مدى براعتك. حسناً، بارعة حقاً. هل أنت بخير؟ الشبح. سنقاتل الآن؟ لا، بل سنهرب. صديقتك ماهرة. إنها الشبح. فتاة؟ كنت ستهرب من فتاة؟ اسمع يا حلوة، أليس من الأفضل أن تلزمي منزلك؟ هذا حقاً مدهش.
أطلق سهامك. يا أمي، لا أريد أن أصحو. الآن دوري. أسقطتها بضربات سريعة. رأيتها، تحرك. لقد اختفت. هل نجحنا في الهرب؟ لا، انزلا. هل نذهب إلى السفينة الآن؟ اهدئي يا ابنتي، اهدئي. لحظات أخرى وكنت سأقضي عليه، كان محظوظاً. أنت أفضل من علمت، وتستحقين أن ترثي لقب الشبح. لا أظن أن ذلك الهاوية حالفه الحظ. ما الذي حدث؟ لقد أخطأت، لن يتكرر هذا. هذا حسن، سيكون صلاح الدين على ظهر تلك السفينة. والآن هل أنت مستعدة؟ سوف نجده وننهي المهمة معاً. حان الوقت. هذا رائع، مر الغروب من دون أن يحاول أحدهم أن يقتلني. كن متفائلاً، تعاركنا مع واحدة من أشهر القتلة وأعدناها إلى الجحر الخفي الذي أتت منه. تفوقنا عليها. حالفنا الحظ، لن يتكرر هذا. صلاح الدين، أنا خائف، أتفهم؟ لا أريد أن أموت. هذه المعركة معركتي، سأذهب إلى السفينة وحدي. أحياناً يكون غبياً فعلاً. لقد صدم رأسه كثيراً في طفولته. هذا هو السبب إذن. هيا بنا، سوف نتأخر. ارجعا بسرعة. لقد رأيتها، اذهبا أنتما، أنا سأشغلها. هيا. خطة الهرب هذه فاشلة جدا. لم نمت بعد، إذن فهي نازحة. أسرع. Thank you.
الدين؟ لقد قتلته. كان منافسا قديرا. أعزيكما. أنت. يذكرك الناس بالخير إن حسبوك ميتا. كيف لن تموت؟ سأشرح لاحقا. تحركا. أقصد أنني غير سعيد، ولكن كيف لم تمت؟ لا أصدق، كان مصطفى محقاً. أنا عندي خطة. حسناً، عدنا إلى مخزن مصطفى. ماذا الآن؟ سأشرح لكما لاحقاً. ادخلا. هيا. صلاح الدين، ماذا تفعل؟ افتح الباب. قلت إنك دبرت خطة. مصطفى على حق. شبح لا يهمها ما ستصيب في سبيل قتلي. الحفاظ على حياتكما، تلك هي خطتي. أيها التيس العنيد، افتح الباب. دانكن، لقد رحل، لقد رحل. أنا وأنت فقط. سأنظم قصيدة في شجاعتك لحظة موتك. شيء جميل، وأيضاً غريب للغاية. هل نبدأ إذن؟ ليس أمامي سوى أن أهرب أو أقف ضدك كرجل وأقاتل. يا شبح، هل تطيرين؟ لن أكرر ذلك أبداً. Thank you.
هزمتك. إذن فلن تقاتليني؟ لا. حسنا أنقذت حياتي يا فتى، في المقابل نبقي على حياتك مؤقتا. هكذا إذن تركتك ورحلت مع شيخ قالت إنه والدها. أجل، هذا ما حدث. هذا مخيب للأمال. بالضبط، عادة في نهاية القتال ينفجر شيء أو يحترق مثلا. بالضبط. أنا لم أمت وما زال جسمي سالما، هذه نهاية سعيدة وجزء من خطتي. أي، لما تضربني؟ لأنك حبستني في المخزن. ولأنك كذب. لمواجهتك الشبح وحدك. لأنك كذب. سبق أن ضربتني للكذب. إليك نقودك، الشبح لم ينهي المهمة المطلوبة. هذا أقل من نصف ما دفعت لك. مصاريف، وهنا ينتهي الأمر. أنا لا أقبل هذا، سوف أنشر خبر فشلكما. اسم الشبح سيصير مزحة في كل الأنحاء. لو تكلمت عن اتفاقنا ولن أفعل، فسأقول إن ما يحدث في الصحراء يبقى في الصحراء. حسناً، لأنني سوف أراقبك. شيء آخر، أعرفت مدى مهارته؟ صلاح الدين.